رغم النتائج المحققة في مجال تهيئة البنى التحتية لإنجاح مسعى التحول الرقمي، إلا أن الإقبال على الاستثمار في الفرص التي تتيحها تكنولوجيا الاتصال يبقى محتشما. عديدة هي فرص الاستثمار التي يتيحها مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ولعل من أبرز المجالات التي لم تلقى للأسف الإقبال المنتظر الاستثمار في مجال استضافة خدمات الحوسبة السحابية أو ما يصطلح عليه بكلاود كومبيوتينج، التي تتيح قدرات هائلة لتخزين البيانات والوصول إليها عبر الإنترنت بدلا من الوسائل التقليدية، فضلا عن توفير فرص معتبرة في مجال استحداث مناصب شغل عن طريق المؤسسات الناشئة للابتكار وخلق الثروة عبر تطوير الخدمات ذات القيمة المضافة اللاصقة بميداني الرقمنة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال. التوجه إلى مثل هذه التخصصات لا يعيق حسب الناشطين في المجال نقص الإمكانيات التقنية والمؤهلات العلمية بقدر ما يتطلب توفير الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن حماية خصوصية المستعملين وتأمين المعلومات المتداولة في الفضاءات الافتراضية. La réglementation du cloud dans tous les pays du monde, elle est rigide. Okay. Parce que voilà, le cloud fait la data, fait les données. Ça peut être des données à une entreprise, ça peut être une donnée personnelle. Okay. Donc il va falloir mettre des guides, okay. Des gens qui vont guider en fait ce déploiement du manuel vers ce qu'ils appellent Sahab ou le cloud. Okay. Donc moi, en tant que citoyen, je dois être au courant de toutes les informations qui me concernent. Où est-ce qu'elles sont hébergées? Qui a accès à ces informations-là? Et comment je peux aujourd'hui effacer ces informations-là si je le veux? Okay. Donc pour pouvoir faire ça, il va falloir avoir une réglementation. إدفاع المزيد من الضمانات والحماية للتعاملات الإلكترونية هو ما تسعى الجزائر لبلوغه، خاصة بعد اعتماد خدمتي التصديق والتوقيع الإلكترونيين مؤخرا، والتي من شأنها خلق خدمة جديدة ذات قيمة مضافة في سوق الإنترنت.